تتواصل الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام، وعلى بركة الله دائما وأبدا تبدأ انطلاقة تحمل خامس أشواطنا في هذه الفترة الصباحية في انطلاق سن الحجاج لمسافة 4 كيلومترات. على بركة الله ينطلق هذا الشوط والذي يحمل ما شاء الله هذه الأعداد المتميزة التي تجاوزت 100 مشارك في انطلاقات التحدي، دليل الرغبة القوية لدى الجميع بالمشاركة في هذا المهرجان الكبير. على بركة الله بدأنا ونتابع مع انطلاقة المقدمة والصدارة، نتابع المراكز الأولى وما تحملها أيضا بداية التحديات في هذا الأداء المثير. هنا ظن على المركز الأول ما شاء الله حاملة الرقم 100 هناد بن سيف بن علي اليابري، هناد بن علي بن سيف اليابري، وهناك أيضا على المركز الثاني دخول قوي قادم من النو مهير بن علي بن ري المنصوري، على الجانب الآخر في المتابعة والتحديات لشعر سيد راشد بن دحروي العامري، وعلى المركز الرابع انطلاقنا إلى رابع المراكز لتواجد مياس إبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي، بينما على المركز الخامس على الجانب الآخر ما شاء الله وهي القادمة شعار دولة عبد الله بن طالب بشريم المري. انتقلنا إلى المركز السادس لمتابعة الظبي ناصر بن سعيد بن علي الغفيلي، وفي المركز السابع هنا تبدأ الانطلاقة بوجود هذا الاسم المميز، وأيضا الدخول لانطلاقة مطفي أحمد بن محمد بن حارب الدرعي. انتقلنا إلى المركز الثامن في هذا الأداء القوي والمثير، وجود أيضا بعض الأسماء وهي هملول عبد الله بن سعيد بن سالم الاشعبي، بينما على المركز التاسع ما شاء الله الأرقام المميزة وهي أشواق فزاع بن صبيح بن سالم الغيلاني، وعلى المركز العاشر في هذا الأداء القوي والمثير هناك وجود الشويب عبيد بن محمد بن ذويب العامري. هذه الأسماء اللي بدأت الآن هنا تنطلق في هذه المتابعة ما شاء الله من خلال هذا الموقف الذي نتابعه ونشاهد أعداد متميزة، الكل راغب أيضا بالتواجد والكل راغب بالفوز والانتصار. إلى المقدمة وعودة إلى نوع المركز الأول محمد بن علي بن دري المنصوري، بينما في المركز الثاني هي الظن في المركز الثاني هناد بن سيف بن علي اليابري أيضا قادم من السلطنة في هذا الأداء، وعلى المركز الثالث التواجد في ثالث المراكز الانطلاقة من مطفي أحمد بن محمد بن حارب الدرعي، وهنا على المركز الرابع بدأت الأسماء بدأت دخول الذهب راشد بن محمد بن دحروي العامري، وهنا لكن نتابع اسما جديدا، نتابع وجود النادر سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث اللي يأتي أيضا على الانطلاق، وعلى المركز الثامن يا سلام اختلطت الأمور وصلت في سعيد بن علي بن سعيد المري اللي تأتي أيضا على الانطلاقة في المركز الثامن، بينما تاسعا أيضا اسم جديد ينضم إلى في حمود بن علي بن سعيد الوهيبي. هذه الأسماء، ولكن الكيلومتر الأخير اللحظات النهاية الكل هنا قادم ما شاء الله، شوف هذه الموجة القادمة بقوة أيضا والزحف على المقدمة من خلال هذه الأسماء، لا تزال المقدمة والصدارة وجود فيافي حمود بن علي بن سعيد الوهيبي، ولكن هنا المتابعة القادمة من انتفاضة مبارك بن سالم بن دربش العامري، انتفاضة اللحظات الأخيرة، انتفاضة التحدي، انتفاضة يا سلام. شوف المقدمة التغيير. هذه وصايف علي بن راشد بن محمد المحرق اللي على المركز الأول، هنا تغييرات وهجوم ما شاء الله. الله 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 الله، كم كبير في هذا التنافس. ويضه وصلت يضه خليفة محمد بن مبارك
الخيل يا سلام بن حمدش خلص خلص على امور يض على خط النهايه ما شاء الله وتبارك الله. سلام الخزن سلام مشكور مشكور يا بن حمدش مشكور ما شاء الله بن حمدش ما شاء الله مشكور على هذا الاداء القوي والمثير. الله 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 سلام سلام يا هذه الخزنه سلام وما شاء الله وتبارك الله على هذه الانطلاقه. المركز الثاني يذهب الى لوهيب مبارك من سهيل بن ربيع المحرمي. والمركز الثالث كانت الانطلاقه بوجود ايضا كيف راشد بن سالم بن حميد المنصوري. المركز الرابع فيافي حمود بن علي بن سعيد الوهيبي. والمركز الخامس كان وجود الزود ثويني بن حمدون بن حمد اليحافي. السلام هذه بن حمدش ما شاء الله اليوم انطلق مع اللحظة الأخيرة وسجل يضه خليفة بن محمد بن مبارك الخيلي. هذه 5 دقائق 52 ثانية وستة من الأجزاء من الثانية. مشكورين يا أهل الخزنة مشكورين دائما تواجد في كل التحدي والإثارة. المركز الثاني كان وجود لوهيب مبارك من سهيل بن ربيع المحرمي وأيضا 5:53 وخمسة من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس على هذا الأداء القوي والمثير. المركز الثالث وصلت كيف المركز الثالث راشد بن سالم بن حميد بن عبد المنصوري و5:54 وجزء واحد من الثانية ما شاء الله وتبارك الله. أشواطنا تنطلق وتحديات هذا الشوط تحمل بداية قوية وانطلاقة رائعة هنا في الشوط الذي يحمل الرقم 6. يستمر التواصل تستمر